شارع الحرائق الذي يربط محافظة الخليل بعدد من القرى الجنوبية أو ما يطلق عليه سكان المنطقة وعابروه سدة حقاي، والذي يخدم ما يزيد عن 200,000 مواطن. أغلق الاحتلال الشارع منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وأعاد فتحه منتصف عام 2013 بعد جهود بذلت من بلدية الخليل والارتباط الفلسطيني، إلا أنه ينتظر حتى اللحظة من يؤهله كما يقول المواطنون. زي ما انت شايف مكسرة، الأسارات الجديدة بتخرب، للناس لا بيعرفوا يمشي فيها ولا بيعرفوا يسووا ولا حاجة، وفي الشتاء بهدلة من هالمطبات هالوعر، وقدمنا عدة مرات عريضات للبلدية وكذا ومش كانين زفتوا، بس بيجي برقعوا حتة صغيرة وبروحوا. ما فيش شيء اهتمام بالمرة، يعني لا من البلدية ولا من غير ولا من إشي، يعني طلع كيف الحاوية الزبالة كله مرمى، فيش شيء اهتمام لا من البلدية ولا من حدا. 3 كيلومترات يمتد الشارع من السدة المحاذية لمستوطنة حقاي وحتى دوار التحرير يفتقر لوجود الأرصفة على جوانب الطريق، ناهيك عن الحفر والمطبات المدمرة للسيارات واختلاف ارتفاع الشارع بما يزيد عن 10 سنتيمترات عند بداية المشي فيه من الجهة الشمالية. سيارتي يعني هي الأمامية بدي كل ما بدي أمشي فيها شارع لازم أروح على الكراج أصلح سيارتي من كثر ما الطريق تعبانة. كل اللي في جنوب الخليل كلياته بيجي من الخط هذا، الفوار، الظهرية، السموع، الرعية، يطا، كله بيجي من الطريق هاي، حتى من عرب 48 السبع. عند دخولك إلى مدينة الخليل من هذا الشارع تتسلل رائحة كريهة لأنفك تنبعث من حفرة امتصاصية تتجمع فيها المياه العادمة من منطقة الحوز وضاحية الزيتون بشكل يزيد عن استيعابها. تخدم ما يقارب عدد سكاني رهيب في جورة يعني تتراوح يعني في مترين في مترين، وهذه الجورة تلقائيا يعني تتعبى زي ما بقولوها مش مليحة، بتيجي البلدية في الأسبوع مرة مرتين ثلاثة بتسحبها، وتلقائيا كله بيسيل هذا على هذه الشوارع وهذه يعني هذا الوضع الحالي. يعني شو بيطلع من ريحة وسيول وبنص الشارع وجور، شو يعني. وجود هذا الشارع داخل حدود مدينة الخليل ما يجعله تابعا لبلدية الخليل المسؤولة عن إجراء أي إصلاح أو توسعة فيه، وهو ما تؤكده هذه البلدية التي عملت على تقديم مشروع تفصيلي لتوسعته وإصلاحه، لكن جهودها تعثرت واصطدمت بمعضلات التمويل، ليؤجل المشروع حتى بداية العام المقبل حسب الوعود. تم الحصول على التمويل اللازم في العام 2015، ولكن حاليا يتم العمل بشارع قريب منه وهو المدخل، ايضا المدخل الجنوبي الذي يربط مدينه الخليل في مدينه دوره، حفره بحاجه الى اعاده عمل سريع فيها ان شاء الله. راح نتابع الموضوع بشكل مباشر، وان كانت ايضا هي بحاجه الى اعاده تاهيل المواسير او الخطوط الصرف الصحي الموجوده في تلك المنطقه. أكثر من عام مر على فتح المدخل الجنوبي لمدينة الخليل بعد إغلاق دام لمدة تزيد عن 10 سنوات، إلا أن بلدية الخليل لم تعره أي اهتمام أو إصلاح يخدم المواطن الذي يمر منه. كمال الشريف لتلفزيون وطن الخليل.